جميع العجائب حافظ العهد نور في الظلمة ربي أنت هذا الإله. أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا يسوع. لم آتي لأدينك بل أتيت لأعيدك للحياة. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. صباح الخير عليكم كلكم. احنا جايين النهاردة بنعمة رب نقدم لكم يسوع المسيح، يسوع الذي صلب ومات وقام في اليوم الثالث من أجل كل العالم، لأنه بيرسل رسالة حب لكل العالم. الكنائس المعمدانية المحافظة بتشكر قناة الكرمة إن هي بتقدم المؤتمر بتاعنا، دي بركة لينا كلنا وبركة للعالم كله. بنحاول نوصل رسالة المسيح المخلصة، يسوع الذي يحبك، يسوع الذي مات من أجلك، يحبك أنت شخصيا، بذل نفسه. وأنا عايز أقول لحضراتكم النهاردة الصبح، بقول لكل واحد فيكم، أيا كان نوع الخطية اللي أنت وقعت فيها، أيا كان الحاجة اللي أنت اتكسرت فيها، النهاردة يسوع بيقدم ليك رسالة حب. هو دفع الثمن، أنت مش محتاج تدفع ولا حاجة، هو دفع عنك كل حاجة. لو أنت أدركت مدى قيمتك، قيمة كل واحد واحدة فيكو، قيمة كل شخص فيكو، لازم تعرف كده، لازم تعرف أن يسوع صلب، الذي لم يشفق على ابنه ولم يشفق على ابنه أبدا، عشان خاطرك أنت، خاطرك أنت، عشان خاطر كل واحد فينا. لو أدركت معنى الحب ده، الحب اللي بيقدمه لك يسوع، صدقني ولا العالم كله ولا كل المشاكل ولا كل الظروف ولا كل الاحتياجات ولا أي خطية أنت واقع فيها النهاردة، الله ما يقدرش يرفعها عنك. هو شال كل حاجة في الصليب، في الصليب قال كده قد أكمل، أنا أكملت كل شيء. حضرتك ما عليكش ولا حاجة، كل اللي مطلوب منك، كل اللي مطلوب منك إنك تيجي تقول له سامحني، آسف، حقك علي. خلينا كلنا نصلي مع بعض. سيدنا رب، احنا جايين النهاردة قدامك، عايز أقول لك يا رب إن المجد يعود لك وحدك أيها الآب. يا رب نفوسنا كلها جاية، احنا جايين النهاردة يا رب في المكان ده وفي المؤتمر ده عشانك أنت وحدك يا سيد الرب. يا رب لو كنا بنعمل حاجة أشكرك لأن أنت بتساعدنا إن احنا نشتغل عندك، نوصل رسالة المسيح إلى العالم كله، نكلم العالم عنك أيها القدوس، أيها المخلص، لأنك خلصتني من خطاياي شري، أنا الأثيم يا رب، لكنك حبيتني. بصلي يا رب أن أنت توصل رسالة الحب دي النهاردة لكل واحد موجود هنا يا رب، كل واحد يا رب موجود هنا توصل هذه الرسالة في اسم الرب يسوع المسيح. قوة ومسحة، إعلان لمجدك أيها الآب، أنت وحدك يا رب وليس سواك. عايز أقول لك يا رب مفيش أي حد يقدر ياخد المجد غير يسوع وحده، وحدك يا رب تظهر في المشهد، وحدك يا رب تأخذ المجد. لا يوجد إنسان يا رب، لا يوجد إنسان يأخذ المجد غيرك، لأنك أبي أنت، أنت سيدي. يا رب احفظ كلماتنا، احفظ ترنيماتنا يا رب، التسبيح قدامك جايين نسبحك، نعليك، نرفعك. انا بشكرك يا رب لان انت بتسكت الملائكه عشان تسمعنا احنا باصواتنا، فاحنا جايين نرفع اسمك النهارده في اسم الرب يسوع المسيح لكل كرامه ومجد، امين. نشكر رب جدا من اجل اليومين اللي فاتوا، من اجل رجال الله الاتقياء للرب استخدمهم في المؤتمر. بنصلي النهارده ان رب يستخدم معنا الاخ ناصف صبح، رب يديله قوه ومسحه، قوه في التسبيح وقوه في الجسد، اعلان لمجد يسوع المسيح. خلينا كلنا نحيي الاخ ناصف،
حقيقي بشكر ربي جدا من اجل فريق الكنيسه، الفريق اللي بيتعب وبيعمل مجهود وبيتدرب. ربي يبارككم يمسحهم في اسم الرب يسوع، استخدمهم في ملء البركه. اتفضل يا خليل. شكرا. صباح الخير. الله على صباح النور. جميلة. تعالوا النهاردة في محضر الله نستمتع به. لو أنا دخلت الاجتماع وطلعت من غير ما أشوفه أنا ما حضرتش، أنا مجرد يمكن بالجسد حضرت لكن بالروح والذهن أنا بعيد. تعالوا النهاردة نهتف لصخرة خلاصنا. بشكر الله جدا لأجلكم لأجل اللي سمعوا عن المؤتمر، حاجة تفرح. وأنا جاي متشجع خلص، أنا جاي بقول للرب أنا عايز نهاردة أتبارك أنا وسطهم. أمين. أنا جاي أتبارك معاكم مش جاي أبارككم، هو اللي بيبارك. وبشكر ربنا جدا لأجل أخويا زكريا واليومين اللي فاتوا. تعالوا بكل القوة النهاردة نكمل تسبيح في المسيرة. تعالوا نبتدي بكلامنا عن صلاح وهللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح، أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ خبزا. ما أعظمه. أيوة ظهرك لورا، ابتسامة صغيرة، يلا بينا. أيوة أيوة، تعالوا نرنم عن عظمته وعن صلاحه. هللويا الرب صالح. قولوا معايا هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. إلى الأبد رحمته، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة ملأ خبزا. هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. إلى الأبد رحمته. قولوا معايا أخرجنا من الظلمات وظلال الموت، وقطع كل قيودنا قد قطعها. هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. هللويا الرب صالح. إلى الأبد رحمته. كملوا معايا هللويا. هللويا سبحوا يا عبيد الرب. هللويا هللويا سبحوا اسم الرب. هللويا هللويا سبحوا يا عبيد الرب. هللويا هللويا سبحوا اسم الرب. من مثل الرب من مثل الرب إلهنا. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي. من مثل الرب إلهنا. من مثل الرب إلهنا. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي. هللويا هللويا سبحوا يا عبيد الرب. هللويا هللويا سبحوا اسم الرب. اسمه 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 عظيم. اسمه خلصنا. وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص يخلص.
الرب ده لقبه يسوع، هو اسمه يسوع الله يخلص. عشان كده النهاردة هنرنم بخلاصه وهنرنم اسمه. كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية دي بيقول كده: يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة. ويقول هللويا لاسم يسوع، هللويا لاسم يسوع. يلا تعالوا نشكره نعظمه. هللويا لاسم يسوع. تعال نبتدي بالقرار، تعال نبتدي بالقرار. يلا قولوا معايا: هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا 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 لاسم يسوع. قولوا معايا: يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة، كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله. هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا 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 لاسم يسوع. باختيار موضوع المؤتمر، الكلام عنه أنا هو، الترنيم عنه، التفكير فيه، التعزية بي، هو الكل في الكل، هو المحور. ونجيته الحق، حتى الترانيم ما تنفعش تبقى بعيد عنه. يعني أنا مش هرنم عن ظروفي، أنا مش هرنم ضعفي، أنا هرنم قوته. مش هرنم خطيتي، لكن هرنم قبوله لتوبتي. مش هرنم كسرتي ووجعي. ويا عيني على، إحنا نحب شوية
نقول الوجع ونرنم الوجع والآه. ويا سلام على الترانيم اللي الناس تقعد تبكي وتولول فيها بقى. أنا هزيح كل ده على جنب وتعالوا نرنم ترنيمة تفرحه وتفرحنا. بتقول الرب هو الله، هو صنعنا، له نحن شعبه وغنم مرعاه. احنا هنصدق النهاردة ان احنا بخلاصه ستعلو الترنيمات. الرب هو الله. يلا نقف سوا مع بعض. الرب هو الله. سيدي قولوا معايا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. لنعبد الرب بالفرح والحمد والنادفا له ونرفع الأيدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد والنادفا له ونرفع الأيدي. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. غنوا ورنموا بأعذب الألحان، بالأيدي صففوا لسيد حبيبي ده حل حلاوة كله مشتاق. يلا رندم محلى العشرة ويا يسوع رب السماء. محلى العشرة ويا يسوع رب السماء يبارك الحياة حلوة معك. أنا عايش، أنا عايش في حطب وألامي، وألامي في البرية مهما كانت كتير على الأرض وعلى الأبدية.
شكرا يحملوني القدير. ألامي في البرية مهما كانت كتير، على الأذرع الأبدية يحملوني القدير. هاليلويا محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة أنا عايش فيها سعادة أبدية، سعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الأب. قولوا تاني، سعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الأب. محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش. ترنيمكم جميل، روحكم جميلة. عندي ترنيمة الناس مش بترنمها كتير، بس أنا بحب أرنمها قوي وأسمعها لي لودني كتير وخلي لساني يقولها كتير. الترنيمة دي كاتبها بيقول بتسبيح الرب ينطق فمي. إيه الحكاية دي؟ كاتب الترنيمة دي اللي بيقول بتسبيح الرب ينطق فمي بيقول إن أنا مش ناوي أطلع من فمي إلا البركة والمباركة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا مش ناوي النهاردة أخلي الفم ده يقول أي حاجة تاني غير مباركة الرب. فاكرين زمان الرجل الطيب اللي اسمه أيوب قال حاجة أفكركم بيها كده وبرضو بتتكلم عن اسم الرب. قال الرب أعطى والرب أخذ، ها؟ فليكن اسم الرب مباركا. أنا هطلع مباركة من فمي لإسمه بغض النظر عن ظروفي. وأنا النهاردة عايزك تعمل كده، اركن ظروفك على جنب، هو عارفها وشايفها. جرب النهاردة تنطق بالتسبيح لإسمه. كل نسمة تبارك، تبارك إيه؟ اسمه القدوس. يلا تعالوا نبارك اسمه. المباركة دي مش كل الناس بتعرف تعملها، لأنه عدو الخير غرق الناس في همومها للدرجة اللي فيهم، درجة اللي فيها بقاش الواحد فيهم قادر حتى يشكر ربنا. في منهم ازيك يا فلان يقول ايه هنعمل ايه اهو نشكر الله، عارف اللي هو بالعافية كده زق نشكر الله. انا النهاردة عايزك تطلع من فمك تنطق بالتسبيح بالمباركة، قول امين كده. الله 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 الله. يلا يا شعب الرب تعالوا نبارك اسمه القدوس، قولوا معايا بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمك القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمك القدوس. طيب كم واحد بيرنمها أول مرة النهاردة؟ طيب سهلة، أنا عارف إنه بس وهوى وبس خلاص وكل حاجة. أنا بس أنا نفسي إن شعب الرب يرنم الكلمات دي.
يلا تعالوا شجع نفسك وشجع حبايبنا اللي بيسمعوا معانا ويشاهدونا، ننطق بالتسبيح للرب. يلا من الأول معايا: بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه. يلا نقول تاني كمان مرة: بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. أرب عاضد كل الساقطين وهو مقوي كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى، أنت تعطيهم طعاما كل حين. الرب عاضد كل الساقطين وهو يقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى، أنت تعطيهم طعاما كل حين. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. آب حنان حنان ورحيم، طويل الروح كثير الرحمة. أشكرك. الرب صالح للكل، رحمته على كل خائفين. أب حنان حنان ورحيم، طويل الروح كثير الرحمة. أشكرك. الرب صالح للكل، رحمته على كل خائف. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. يحمدك يحمدك كل أعمالك ويباركك أتقياؤك. بارك الرب. نقدم ملكك تحدث بجبروتك يتكلم. يحمدك كل أعمالك ويباركك أتقياؤك. أشكرك. بمجد ملكك تحدث بجبروتك يتكلم. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. رب قدير ليس مثلك. أشكرك. وأنت تصنع العجائب لم ترى عين إلها غيرك. أنت عظيم عظيم وحدك، رب قدير ليس مثلك. وأنت تصنع العجائب. أشكرك. لم ترى عين إلها غيرك. أنت عظيم عظيم وحدك. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. شكرا شكرا. صدقوني أنا كنت هطلب منكم تسقفوا لروحكم، لأن إذا كان العدد اللي رفع إيده إنه أول مرة يرنمها ورنمته بالحلاوة دي، أنا أحييكم من كل قلبي. أمين. طيب يمكن الترنيمة دي تكون قبل الأخيرة، مش عارف، زي ما الرب يقول وحسب الوقت بتاعنا. الترنيمة الجميلة اللي جاية دي برضو بتحكي عن شخصه.
الترنيمة عنه والترنيمة لي والتسبيح بي، مفيش حد تاني ينفع يترنم له غيره. بس دي بتحكي عن اختبار. الترنيمة دي بتقول لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح، أنا عندي سلامك وعندي ليك أفراح. أنا نفسي الرب النهاردة يوصل بصوته لكل واحد في حضراتكم، ويوصل بصوتنا لكل الناس اللي بتشاهدنا. أنا دخلت امبارح أتفرج كده أشوف الناس اللي بتدخل والعدد والناس والتعليقات، حاجة تفرح. يعني أنا بشكر الله جدا لأجل المؤتمر والأجل الحبايب اللي اتكلموا فيه، وبشكر ربنا لأجل أسيس حق، وبشكر ربنا جدا لأجل حضراتكم. تعالوا نوصل صوتنا لكل الأرض، نعلن مجده في كل الأرض. يسوع له كل المجد. تعالوا نهتف له، وتعالوا نشكره، وتعالوا نعظمه. أنا عندي سلامك، قال الرب لكل واحد فينا، مال الهم يسودك. تعال رنم بفرح. يلا قولوا معايا. لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح. أيوة بقى. أنا عندي سلامك، عندي لك أفراح، مال الهم السودة ليه بيحمي عودة، مال الهم السودة ليه بيحمي عودة. خليني أمسك إيدة وأمشيك في فلاح، وأمشيك في فلاح. لما سمعت الصوت قلت له يا رب كيف بتنادي عليا أنا مش طالب. عارف قال لي إيه؟ قال لي دمي طاهر من كل الشرور. شكرا يا رب. قال لي دمي طاهر من كل الشرور. أنا بحب الخاطئ، أنا بحب الخاطئ، أخرجه من النور وأخرجه. يلا تهلل معايا. قلبي ساعتها تهلل وانت لا بالروح. لما قبلت كلامه وشفت يلا قول تاني. قلبي تهلل. قلبي ساعتها تهلل وانت لا بالروح. لما قبلت كلامه شفت المجروح. يا ربي بحبك وهعيش لك طول ساعدني. يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري، هفضل اغني وقتك واسلم صلي معايا ده. يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري، يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري. أيوة يا رب. هفضل أغني وأهتف وأسلم لك أمري، أسلم لك أمري وأسلم لك أمري. دي إيديك محاوطة، حضنك وضمك وعناية إلي.
الهي هي هي كل ضماني هي هي كل ضماني يا يسوع دي ايديك محطاني حضنك وضماني عنايا الهي هي هي كل ضماني هي هي كل ضماني يلا قولوا له معايا دي حياتي تشهد توصف غنى رعيتك بعصاك وكذا تعلن لي عني اشكرك يا رب دي حياتي تشهد توصف غنى رعيتك بعصاك وكذا يا يسوع دي ايديك محطاني حضنك وطماني وعناية الهية هي هي كل ضماني هي هي كل ضماني من قبلها من قبل فدتني من موتي احيا وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيت أشكرك يا حبيبي من قبل فدتني من موتي أحيتني وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيتني يا يسوع دي إيديك محطة وعناية إلهية هي هي كل ضماني هي هي كل ضمان انتوا قولوا مديون أنا الحب أيوة رب راح أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك أنا أشكر جزيل كرم قولوا تاني مديون أنا الحب أيوة رب راح أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك أنا أشكر جزيل كرم يا يسوع دي إيديك محطاني حضنك وضماني وعناية إلهية هي كل ضماني هي كل ضماني آخر مرة دي إيديك محطاني حضنك وضماني وعناية إلهية هي كل ضماني هي كل ضمان تعالوا نصلي سوا شكرا شكرا تعالوا نصلي سوا ارفع قلبك معايا كده دقيقة يلا افتكر الكلام اللي لسه كنا بنرنمه يا ربي بحبك وهعيش لك طول عمري ساعدني والمرة اللي وراها رنمنا قلنا مديون أنا لحبك رح أعيش حسب قلبك خلي بالك قوي من الكلام اللي بتقوله ربنا الكلام اللي بيتقال ربنا مش أي كلام صلي صلي أشكر ربنا لأجل عينين المغمضة والقلوب المرفوعة صلي صلي دي حياتي تشهد لك أيوة رب المراحم العظيمة تشهد ليك رب إيديك ونعمتك بشكرك من أجل النعمة اللي مغطياني ومغطيانا
أشكرك من أجل الحياة يا رب. أصلي يا رب أنك تلمس كل نفس قدامك في اسم الرب يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع ثبت كلمتك يا رب لإعلام مجدك في اسم يسوع. تفضل ارتاحوا. لما برنم حياتي تشهد لك أنا حقيقي قادر أقول أكتر الناس أقف أقول كده حياتي تشهد لك. داود وقف وقال كده جبتني من وراء الحظائر من وراء الغنم وجلستني على الكراسي. ينطبق علي الكلام ده وده مش اتضاع. اللي عرفني يعرف كده من المزبلة من لا شيء. وانا عايز اقول لحضراتكم النهارده كده مش مهم انت جاي منين، مش مهم انت عايش ازاي، يقدر يبص كده جوه اكتر، سامحوني في التعبير الاول، صفيحه زباله شكلها وحش وريحتها وحشه. وانا كنت عايش في منطقه شعبيه وعارف اللي انا بقوله، ويجيب كده وينظف ويغسل. فتقدر تقول حياتي تشهد لك، تقدر تقول كده، قل له يا رب انا مصدق كده ان حياتي تشهد لك عن نعمتك العظيمه وايدك القويه. الحياه اللي انا عايشها دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا، ملكك. انا عايزك تقفوا معايا دلوقتي، عايزك تعملوا معايا حاجه رياضيه. حتى الناس اللي بتتفرج معانا دلوقتي لو سمحت اعمل كده، بص كده انفض الحاجات اللي على كتافك كده، اعمل كده. عارف لما تعمل كده شيل كل الحاجات، لا اللي على كتافك مش اللي هنا كده، شيل. هتلاقي في كده احمال وحاجات كده ابليس حطها عليك خلال السنين وقاعد محمل، واخد بالك؟ فتلاقي نفسك يا عيني ماشي مش قادر ترفع، مرأة منحنية، واخد بالك؟ عارف لما تنظف كده البلاوي اللي موجوده هنا وتخش محضر الرب تتلامس مع الله. فشيل الحزن اللي انت حاطه، خد بالك انت اللي حاطط الحزن ده جواك، انت اللي حاطط الحاجه دي جواك. فحضرتك محتاج تعمل مع الرياضه، بس هي رياضه روحيه. تقف تعمل كده تقوم منظف كل الحاجات اللي موجوده. عارف لما تتنطط قدام الرب وتسبح الرب كل الاحمال الرب يفكها كده، وتلاقي نفسك ماشي كده منطلق، لانه هكذا احب الله العالم. العالم هو حب العالم كله. ايه رايك الاحمال نزلت خلاص؟ لسه شايف فيكوا كده خايفه تبتسم. عارف انت خايف تضحك، برافو عليك يا ام مجد، برافو عليك. خايفين تضحكوا على فكره صدقني. طب اقول لك حاجه، سيبك من الكاميرات وسيبك من كل الكلام ده، رجليكي طيب، اعملي كده على رجليكي قولي يا رب المسني في اسم الرب يسوع. اعمل كده، خد بال حضرتك، اوعى تخلي العالم يربطك، اوعى تخلي الروتين والحاجات الخارجيه والمظاهر. وان انا بعد متنشن عشان لما اطلع في الصوره بطلع شكل حلو يا اخي ناصر، واخد بالك؟ فاطلع جميل. ايه رايك؟ انا مش فارق معايا حضرتك تطلع جميل وتطلع وحش خالص، مش فارق معايا. انا فارق معايا ان الرب ياخد المجد في الكنيسه، ان يسوع ياخد المجد. ويسوع لما يمر بين الناس كده عارف يحصل ايه؟ لما يسوع يعدي هو مش عايز حضرتك قاعد، بس انا دلوقتي بتصور، واخد بالك؟ والناس شايفاني، وتلاقي نفسك داخل ماشي متمشي بتحرك متمشي قاعد في البيت، وتخاف تضحك. لو ضحكت في وش ولادك لإلا ياخدوا عليك، يا عم خليهم ياخدوا عليك، الله يخليك، خليهم يحبوك، خلي ولادك يحبوك، بدل ما انت قاعد مكشر طول النهار وقاعد متنشن. بص انا مش هفرح، افرح ليه؟ انا لازم اوريهم ان انا راجل، وبعدين لازم اكون شديد كده، وكل ما اكون متنشن كل ما الناس تخاف مني. يا غبي، العمر بتاعك بيعدي، بيعدي عمرك، بيعدي صدقني عمر حضرتك بيعدي، وانت واقف زي ما انت، لا بتيجي قدام ولا ترجع ورا. انا شخصيا عارفه، عشت معاه، كلت وشربت معاه، اتهنيت بخيره، وعايز حضرتك كمان تتهنى بخيره.
تهنى بالعز اللي ابوك اداهولك، بركات وخير بدل ما انت هتعيش في خصام طول عمرك، وهتعيش في خناق طول عمرك، وهتفضل حاطط عينك على الناس طول عمرك. وبعدين الف مبروك، عمرك عدى وبقيت فين والعمر راح خلاص، بس قضيته طول عمرك في ايه؟ يا في خناق، يا في خصام، يا في عدم غفران، يا في كآبة، يا في حزن. ايه ده؟ والعمر بيعدي. لما اخويا ناصف هو بيرنم بيقول له حياتي تشهد لك، ما قدرتش امسك نفسي لان بجد تشهد لي ياخد من المزبله. وانا عايز اقول لحضراتكم النهارده كده، صدق ان هو يقدر يغسل البلاوي اللي حواليك دي. مش لازم تخش لاخوك وتقوم داخل له بغضب وبسخط وبخناق وتحسسه ان انت، انا النهارده لو ما كشرتش في وشها ما وريتهاش الوش التاني هتاخد عليا. يا ستي خليها تاخد عليكي، ما تخافيش. عارف ليه؟ المحبه بتستر، المحبه بتغطي. وهو حبنا الاول، انا هو. تعالوا نقول الايه دي مع بعض، يلا. عايز كل واحد موجود داخل القاعه يقول الايه معايا. انا هو ده. انتوا فضحتوني. ايه ده؟ ولا ماشيين مع بعض؟ ده انتوا امبارح كنتوا هتكسروا القاعه. انا عايز اسمع كل واحد قدام الرب، لو ما شفتك بتقول الايه هجيبك هنا وقفك. يلا. انا هو يا رب اشكرك لانه لا يوجد اله غيرك. انت البدايه والنهايه، انت السيد، انت الصديق، قلبك كله حنان. اشكرك من اجل مرحمك في اسم الرب يسوع المسيح لكل كرامه ومجد، امين. كلمنا خلال اليومين اللي فاتوا عن الطريق، كلمنا عن الحق، النهارده هنتكلم عن الحياه. هنتكلم عن العطية التي لا توصف، العطية التي لا توصف، عطية ما فيش زيها. عارفين هي العطية اللي ما فيش زيها في العالم؟ الحياة الأبدية. برافو عليك. ممكن تطلع لي يوحنا 3:16، طلع لي 15 و16 بعد إذنك. بقول كده: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له عطية ملهاش تمن. خد بالك، الذي لم يشفق. عارف، قدم يسوع المسيح على الصليب، الله الآب قدم ابنه، أغلى حاجة عنده. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لو جبت لي سيرة ديفيد إن أنت مثلاً تاخد حاجة منه، أنا ممكن أكلك. لو بصيت له صدقني هاكلك. ده أنا كإنسان. فتخيل هو تنازل، الله الآب تنازل عشان خاطر إيه؟ عشان أنا. طيب، هو قدم لي ابنه الحبيب المحبوب الغالي يسوع، قدمه على الصليب عشان خاطر يفديني أنا من الخطية. طب دوري أنا النهاردة إيه بقى خلال الحياة؟ إيه الدور بتاعي؟ هو أعطى ابنه، هو قدم ابنه، لم يشفق عليه، قدمه على الصليب، واتولد في مزود بقر في مكان بسيط. ما أقدرش أقول مكان حقير، صعب علي أن أقول كده، لكن مكان بسيط. وقدمه على الصليب وشاف ابنه قدامه بينزف دم عشان خاطر واحد زي أنا، ما استاهلش، حشرة حقيقي ماليش قيمة. هو حبني، حبني الأول، حبني حب ملهوش حدود. فأول حاجة هو قدم ابنه، تاني حاجة هي عطية مقدمة لكل شخص. هو مات على الصليب من أجل كل
العالم، يعني جابها من البداية للنهاية، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. ولما يقول لكل العالم، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة النهاردة كده لكل العالم، أنا ما يهمنيش اسم حضرتك إيه على فكرة، أنا ما يهمنيش أنت مكتوب في البطاقة إيه، أنا عايز أقول لك النهاردة كده يسوع المسيح مات من أجلك أنت، لا اسمك إيه ولا أنت مكتوب مصادنة في إيه في البطاقة، ولا يهمني أنت مكتوب باسمك إيه، لكن عايز أقول لك حاجة، هو مات على الصليب ما كانش بيقول كده ده اللي عايش في المنطقة الفلانية والسكن الفلاني والحاجة أبدا، بيقول للعالم كله، لكل الخليقة، لكل واحد موجود على هذه الأرض، يسوع المسيح مات من أجله، كل إنسان موجود على الأرض اتولد وعايش على هذه الأرض، على الأرض كلها في كل العالم، يسوع المسيح مات من أجلك عشان يخلصك. يخلصك من ايه؟ خليني اقول لك، ويسوع عمل كده. الكتاب بيقول عنه ان جال يصنع، عارف طول ما هو ماشي، يسوع ما كانش بيوعظ على فكره، وانا عايز اقول لك حاجه، عشان كده بحب اجتماعات الصلاه اكتر من اي حاجه تاني، ما كانش واقف بيوعظ، لا ده هو كل ما هو ماشي يصنع خير. تقابله واحده زي ما كنا بنصلي امبارح على نزيفه الدم، تلمسه فتخف، يقابلوا شوية بني آدمين عندهم برص فيتكلموا معاه فيشفوا، يجي تاني واحدة معدية ابنها الوحيد ميت فيقومه من الموت. فكان كل اللي بيعمله بيعمل خير، ماشي ما كانش بيقول حاجة. وإلهي عايز يقول لحضرتك كده النهاردة، جاي حزين تعبان مريض محتاج، قال يصنع خير ويشفي. مين هما بقى؟ مين؟ الله يبارك لك يا رب. اللي متسلط عليهم مين؟ إبليس. يعني النهارده الله يقدر يفكك من القيود اللي انت موجود فيها؟ انا عايز اقول لحضرتك يقدر يفكك من كل قيد، يحررك من القيود اللي انت مربوط بيها، اللي قاعد متكتف فيها. بس اخاف عليك لتكون انت اللي مقيد نفسك، ودي المشكله الاكبر. خد بالك، خد بالك، ما في ناس بتقيد نفسها، في ناس إبليس مقيدها وده صحيح، لكن في ناس هي اللي بتحط القيود على نفسها، وأنا خاف عليك أن أنت تكون منهم. الله عايز يحررك من القيود دي. فحضرتك محتاج تعمل إيه؟ هو ماشي كده وبيتمشى، تقول يا رب النهاردة القيد اللي أنا حطيته على حياتي في اسم الرب يسوع برفضه، أنا بنفض القيد اللي أنا حطيته على حياتي، أنا مش عايز قيود على حياتي. فهو ماشي كان كل شوية كل ما يقابله حد، خد بالك يقول لك إيه، شوية الناس اللي قاعدين معايا دول بيسمعوني وانا قاعد بقول لهم الموعظة على الجبل عايزين ياكلوا، فقال لهم ايه، هديكوا اكل. حضرتك جعان ومحتاج؟ جعان؟ انا هقول لك يسوع بيعمل ايه. يسوع ما كانش قاعد بيوعظ، صدقني قاعد معاهم على الجبل، وبعدين بيقول للتلاميذ ادوا لهم ياكلوا، قالوا له ما عندناش اكل، قال لهم طب خلاص عندكم ايه، هما السمكتين دول والخمس سرغفة؟ طيب ماشي حاضر. يرفع ايديه ويعمل ايه؟ ويبارك، والخمس سلف ياكله. ده يسوع بتاعنا، اعرف ده اللي بعرفه بيعمل ايه. طول ما هو ماشي ما بيعملش حاجه غير الخير. طب حضرتك بتعمل خير ولا حضرتك لسه قاعد في الحته دي مربوط ومقيد مش عارف تتحرك من المكان بتاعك؟ ابليس مقيدك، مقيدك. هقول لحضرتك مقيدك بايه، يا اما مستعبد لخطيه معينه مربوط بيها فابليس رفضك. عارفين المجنون اللي كان مربوط في كره الجدريين؟ مربوط، يقول لك كده كان بيقطع نفسه وكان مربوط بسلاسل، وكان مكانه فين؟ خد بال حضرتك لما بتكون مقيد المكان بتاعك ما بيكونش مكان كويس خالص، بيكون في مكان كله ريحه وحشه، ريحته بتبقى سيئه جدا جدا جدا. ليه؟ لانك قاعد في حته مش بتاعتك، قاعد في حته مش بتاعتك. كنت بقول كده في اجتماع الصلاه الصبح، لما ببص على الابن الضال وببص على الابن الكبير، ساعات قلبي بيبقى كده متاثر قوي بالاب والابن الكبير، مش بالابن الضال، شويه شويه بقول كده، يعني
هو الأب ما كانش شايف إن الولد ده يعني كان صعب شوية وكان طمع شويتين ثلاثة وطمعان في أبوه. واخد بال حضرتك؟ ما في ناس خد بال حضرتك بتعمل إيه؟ بتحط أحمال على نفسها، فكان مكانه فين مع الخنازير؟ ليه؟ لأنك سمحت لنفسك إن أنت تكون في الحتة دي. والله مش عايزك تكون مقيد خالص، ده هو عايز يحررك من الكد اللي أنت فيه، عايز يفكك من الحاجات اللي أنت موجود فيها، عايز يديلك شفاء، عايز يديلك سلام. لكن الحاجة التالتة، عطية لا توصف، عطية بتاعت يسوع، عطية الصليب، المحبة الأبدية اللي أنا أحببتها ليك، حبيتك محبة أبدية. الحب اللي أنا بحبه لك مش بس يخليني أعديك من مرحلة الفقر اللي أنت فيها ومنحرة الاحتياج اللي أنت فيها ومنحرة الجوع اللي أنت فيها، لا خالص، ده الحتة اللي أنا عايز أحطك فيها أكبر بكتير جدا جدا جدا. أنا عايز أحطك معايا في السماء، عايز أديلك الحياة الأبدية، عايز أكتب اسمك في سفر الحياة. مركزين معايا؟ نمتوا؟ الفول؟ طيب الحمد لله. خد بال حضرتك، العطية اللي ليك هي السماء، ولما يديلك السماء بيديلك معاها كل حاجة، فهي عطية لا توصف. عايزك تروح معايا المرقس 14 ومن عدد 3 لعدد 9. بقول كده، يسوع لما كان في بيت عنيا جت مريم وجابت أغلى حاجة عندها، أكبر حاجة. يعني إحنا عندنا، كان أفتكر مامتي زمان قبل ما إخواتي أو إخواتي هم صغارين تبتدي تشيلهم إيه الشوار، فتبتدي معرفش بتقولها، أنا قلتها صح ولا غلط بس مش مشكلة، لو قلتها غلط سامحوني. فتبتدي تشتري ملايات وتشتري مش عارف كوبايات وتشتري حاجات الاحتياج بتاعت البيت، بتجهز. واخد بالك؟ مريم دي الجهاز بتاعها كله موجود فين؟ في قارورة الطيب. كل الحاجات اللي محوشاها وكل الحاجات اللي مخليها، قالت ايه؟ ده موجود ليوم الجواز بتاعي. لكن هي قالت حاجة جميلة، قالت العريس بتاعي هو يسوع. ورب يسوع مدحها على الحاجة الجميلة دي، بس في حاجة غريبة قوي، كان بيكلم عن مرسى. مرسى راحت قالت له ايه؟ يا يسوع. مع اني صدقني انا ساعات بيبقى قلبي مع مرسى، هقول لكم ليه. يا يسوع خد بالك، انا بجهز الاكل وبجهز البيت وبنظف البيت وبعمل كل حاجه، وكمان بجهز اكل ليك وانت والتلاميذ. هل هي بتعمل حاجه غلط ولا حاجه غلط؟ وايه الغلط اللي بتعمله مرسى في الموضوع؟ احنا لما نيجي نوعظ عن مين؟ مريم. ورب يسوع مدح مريم. لكن خد بالك، الاهتمامات الداخليه، ما الله بيبص لفين؟ الله مش بيبص انا بقدم ايه على فكره، هو بيبص هنا المنطقه بتاعه قلبي وانا بعمل ده، اتجاهات قلبي. انا مستني الناس تقول لي برافو عليك يا قسيس، تلاقي ناس تخش الكنيسه لابسه متشيكه مش زينا وزي الفل تمام كده، واخد بالك، راح الكنيسه وجامي الكنيسه داخل ده. كل حاجه بيعملها الراجل زي الفل تمام، بس اتجاهات القلب من جوه غير نقيه. اتجاهات القلب من جوه، مش بعمل ده عشان خاطر يسوع، انا بعمل ده عشان خاطر الناس تقف تقول لي ايه. فرب قال لها كده، قال لها مرسى انت مشغوله بحاجات كتير قوي، ويسوع النهارده مش عايزك تكون مشغول قوي. مكسر الاصحاب مخرب نفسه. ناس كتير هتقول لك ايه، انا بعرف واحد يقول لك ايه، يبقى قبله لمده 5 دقايق يقول لك ده صاحبي، ده ماي بيست فريند، ده صديقي المفضل، ده انت لسه عارفه ما بقالكش 5 دقايق، وبعدين بعد شويه يقول لك ده كمان صاحبي. فتلاقي عنده اصحاب ايه؟ مكسر الاصحاب. ويمكن ربنا بيكلم حضرتك كده فتلاقي عامل ليك اصحاب كتير قوي. ويا سلام، دلوقتي احنا عندنا الفيسبوك نشكر ربنا، هللويا. انا ما عنديش فيسبوك بشكر رب برضه، هللويا.
مكسر الأصحاب مخرب نفسه. فحضرتك عندك كده الفريند الكتير قوي، أصحاب كتير قوي، والمشغولية بتاعت حضرتك إبليس قادر يسرقها. فحضرتك مش قاعد قدام الرب، فيا مرسى أنت مشغولة بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. بس مريم هي بتقدم قارورة الطيب، آسف، وهي بتقدم قارورة الطيب، واقف يهوذا كده. ما احنا عندنا يهوذا كتير برضو يعني، وهتلاقي يهوذا داخل البيت صدقني، وداخل العيلة، وداخل الكنيسة، وداخل الأصحاب. يقف يقول له ايه يعني، ما كانش المفروض يا يسوع يعني ان احنا ناخد شوية الطيب دول وناخد القارورة دي ونبيعها؟ دي كانت ممكن تكفي مرتب سنة، وكان ممكن ان احنا نبيعها. خد بال قلبك، خد بالك الاتجاهات اللي جوه ايه. يهوذا ما كانش يهم، يهوذا كان تقريبا يعني، لان هو حرامي. ما هو في ناس بتسرق في الشغل على فكرة، صدقني. طب اقول لك حاجة، ان انت تروح تمضي وتمشي انت حرام، ان انت ما تروحش في المواعيد بتاعت شغلك انت حرام. انا في الوقت اللي كنت بشتغل فيه كان الشغل بتاعي من الساعه 7 الصبح للساعه 5 بعد الظهر، فكنت لازم اعمل 7 الا ربع 6 ونص اكون بعمل بانش ان، اسجل ان انا وصلت، والساعه 5 و10 5 وربع اعمل ماشي تشيك اوت او أو طالع من الشغل. اقدر اروح 5 دقايق متاخر؟ ما اقدرش، اخاف. بس في ناس كتيره متعوده تعمل ايه. وبعدين يقول لك ايه، كل الناس بتعمل كده يا سيدي، انا مالي بمال كل الناس بتعمل كده يا حرامي. طب يهوذا بتعمل كده ليه؟ يقول لك انا لو خدت شويه الفلوس دول، طب قول حته ما كانش في ترتيبي. دي الناس اللي ما بتدفعش العشور بتاعتها داخل الكنيسه المحليه بتاعتها حراميه، الناس اللي ما بتديش الرب حقه حرامي. اقول لك حاجه، ان انت مفكر ان انت الفلوس اللي انت بتعملها بتعمل 100 ولا بتعمل 1000 ولا بتعمل مليون، وبعدين تيجي تقول ايه انا بدي اخويا ده عشان اخويا محتاج، ده انت كذاب وحرامي، ده انت يهوذا. اقول لك ليه، ادي العشور بتاعتك الاول داخل الكنيسه اللي انت بتصلي فيها، ادي العشور بتاعتك، والباقي ده من التقدمه. الرب قال لهم كده انتوا حراميه، ويهوذا كان حرامي. كل هدفه ايه؟ ازاي اسرق، ازاي اخد الفلوس دي، ازاي احط الفلوس في الكنيسة المحلية بتاعتك. لازم تكون مدرك كده، مش تروح تقدمها لحد عشان محتاج، اللي محتاج تديله من جيب حضرتك، مش من فلوس ربنا. فيهوذا كان حرامي، كان كل همه ان الفلوس دي تكون فين، داخلة جوه الجيب. الحياة، ازاي اعيش الحياة المسيحية الحقيقية. فمريم قدمت كل اللي عندها، قدمت كل حاجة، ويسوع شهد عنها وقال كده، هي عملت كده نجل اليوم اللي أنا هموت فيه، نجل تكفيني. قدمت ده. النهاردة أنا بصلي إن ناس فينا وناس اللي بتسمعنا كمان تيجي وتقول له أغلى ما عندي، عارف إيه وأغلى ما عندك؟ صدقني مش الفلوس ولا العربية ولا حتى الأوضة اللي على السطح اللي أنت ساكن فيها خالص ولا أي حاجة، هو قلبك. القلب ده أغلى حاجة، ده قارورة الطيب الغالية. هو يسوع بيقول لك النهاردة تعالى، خد بالك في حتة في الجزء بتاع مرقس 14 إن قال كده اللي عملته مريم هيخبر بيه. النهارده حضرتك كل اللي عايزه منك يسوع مش الفلوس بتاعتك. اقول لك حاجه، ولا الولاد اللي انت مربوط بيهم. الله عايزك انت، عايز قلبك، عايز اعظم عطيه عندك، عايز انت، عايزك انت، عايز قلبك انت. لكن خدوا بالكم مريم كمان عملت ايه. الناس اللي حوالين يسوع وقفوا، يهوذا اتكلم، وناس
قعدوا يتكلموا، مريم ثبت رفضت الانتقادات اللي الناس بتقولها لها، ما همهاش حاجة. عارف ناس كتير قوي تخاف تيجي تصلي، عارف ليه؟ خايف لحسن الناس تقول عليه. أنا عايز أقول لك ما تخافش، مريم ما همهاش ولا حاجة. رفضت فكر الناس، رفضت الحاجات اللي الناس بتقولها، رفضت الانتقادات اللي يهوذا بيقول ان الفلوس دي المفروض تكون موجوده في الحته دي، ما حطتش ودانها في ولا حته، رفضت كل الانتقادات، وكانت مركزه ان هي تقدم ليسوع كل حاجه. لكن كمان هي قدمت افضل حاجه، لان كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى الفقراء. ما كانش اهمها بيتقال ايه خالص. لكن كمان في حاجة، كانوا بيشككوا في الدوافع بتاعتها، هي بتعمل كده ليه؟ إيه السبب؟ هقول لك التشكيك جه إزاي. وبعض الناس قالوا الحاجات دي، هي بتعمل كده عشان تكفر عن خطية هي عملتها؟ هل هي وقعة في مشكلة زنا أو الشر؟ أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة النهاردة، مش مهم الناس تقول إيه عليك، مهم الرب يقول عليك إيه. مش مهم الناس تقول عليك أنت بتروح الكنيسة وبتسمع حاجات كده يقول لك هدي الناس اللي بيروحوا الكنائس. خد بالك دي كلمات من إبليس، زي ما كنا بنسمع امبارح، ده كذب من إبليس. إبليس بيكذب، هو كذاب وأبو كل كذاب. فعايز حضرتك تبقى عامل إيه؟ مش عايزك تعمل الحق، مش عايزك تعلن الحق. فكان تشكيك في الدوافع بتاعتها، كمان كان في ظنون، كان الظنون بتاعتهم هي بتعمل كده عشان خاطر يسوع ولا الأسباب تانية. ما خد بال حضرتك أحكام الناس، حضرتك لو فضلت مستني الناس تقول عليك إيه، صدقني مش هتيجي قدام خالص. لو فضلت حضرتك مركز في الحتة دي ومستني ده يقول إيه. لكن كمان آخر حاجة أختم بيها، هي كانت بتعمل كده تمهيداً لموت يسوع. هو مات وقام، كانت بتمهد بتهيئ، والرب شاهد عن كده، قال هي بتعمل كده من أجل تكفين. في ناس فينا كتير محتاجة تيجي وتقول للرب كده، يا رب أنا قلبي مكسور، أنا تعبان، أنا حزين، أنا يا رب أنا محتاج أعلن ده، أنا جاي وبقدم قارورة الطيب، أغلى حاجة عندي وأغلى حاجة عندك هو قلبك حياتك. الله النهاردة بينادي وبيخبط على باب قلبك يقول لك يا ابني ارجع ليا، أنا عايزك، أنا بنادي عليك، أنا مش عايزك تموت وتروح الجحيم، لأني بحبك، أنا اديت لك حياة جديدة. هو هتصدق كذب إبليس، هو هتصدق كذب إبليس بأن أنت هتفضل طول عمرك كده. إبليس هيقول لك إيه؟ مش هتتغير. عشان كده مريم ما كانش فارق معاه الناس بتقول ايه، ابليس كذاب وابو كل كذاب، يقول لك انت عمرك ما هتتغير، مخدرات تقدر تبطل، عمرك ما تبطل العلاقه الجنسيه اللي انت فيها، لا لا لا، تتنزل على الناس ازاي، تنزل على الناس ازاي. انا عايز اقول لك حاجه، مش عارف ليه بقول كده، تنزل على الناس قبل ما انت تتفضح، قبل ما يحصل فضيحه، اكسر الشر والخطيه، الحاجة اللي انت مربوط بيها ومستعبد وتبقى عايش كده خايف. واخد بال حضرتك، احصائيات كتير قوي بتقول ان احنا من البلاد الاولى بنشوف حاجات غير اخلاقية على التليفونات بتاعتنا، مربوط مقيد، عايش في حالة خصام، عايش في حالة عدم غفران، مش قادر تغفر لاخوك، مش قادر تغفر لاختك، قاعدة مستنية يوم الانتقام، قاعد مستني وعمال تتكلم عليه ومستني ازاي تنتقم منه، ازاي تقدر انت مستني اليوم ازاي تقدر تعاقبه. طب لو كان يسوع النهاردة بيقول لك يا ابني اغفر، عارفين كل الكنائس واحنا من ضمن الكنائس بنختم بأبانا الذي، ولما بيقول اغفر انت بتغفر؟
انت بتصلي الصلاه؟ صدقني لو جبت كل واحد فيكم هنا يسمع ابانا الذي، لو جبت ولد في الحضانه دلوقتي هيسمع ابانا الذي. اغفر اغفر ايه وانت بتصلي؟ هل انت بتغفر ولا انت قاعد جواك مراره؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، المراره اللي جواك دي، دي مأثره عليك انت. انت مش عارف تخش المحضر ربنا بسبب المراره اللي جواك. انت مش عارف تصلي بسبب ان انت عندك جواك مراره، عدم غفران، مش قادر تغفر لاخوك، مستني يدفعوا الثمن، مستني ان انت تعاقبه، مستني ان انت تنتقم منه. فعايش في حاله عدم غفران وانت داخل الكنيسه، انت مش قادر تغفر، مش قادر تغفري. هي اذتني، انا مستني اليوم. والغريب ان احنا لما بنقف قدام ربنا بنعمل حاجه بشعه، عارف هي؟ يا رب انتقم منه. انت متخيل ان الله هيكون شريك معاك في الانتقام؟ طب انا بسمع مره اخت قالت لي كده، انا بس مستنيه ربنا يوريني اليوم. يوم ايه؟ انه يوم ده يوم ظلمه، انت عايش في ظلمه، انت عايش في شر، الله مش شريك معاك. هو حط ابنه على الصليب عشان يغفر البلوى بتاعتي انا، تخيل ان هو هيكون شريك معايا في انتقام لاخويا او لاختي. مرسى انت بتهتم بحاجات كتير قوي، مشغوله بحاجات كتير قوي، وشايله عينك عن يسوع، مهتميه بالناس، مهتم بالناس، مهتم ازاي الناس تكافئك، او مستني ازاي حضرتك تنتقم من فلان. أحارس أنا لأخي؟ أنا مال أنا؟ أنا مالي؟ لا، الله النهاردة بيقول لحضرتك آه أنت حارس لأخوك. أنت المفروض تيجي كده وتقول له يا رب سامحني لأن أنا ما قدرتش أوصل رسالة الخلاص لأخويا، جالا يصنع خيرا، كان بيشفي كل الناس. ما كانش بيقول دول فريسيين ودول يهود ودول ناموسيين، كان بيتكلم لكل الناس الرسالة، لأنه كذا أحب الله العالم، أحب الله العالم، العالم مش منطقة معينة. مرة كنت في كنيسة في أمريكا، قلت كده جوه الكنيسة، ساعات الناس أو بعض الناس يعني يفكر إن الأمريكان الأبيض هو اللي بيعرف كل حاجة عن الخلاص. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لو أنت عندك علاقة بالكلمة، الله ادالك أنت روح الفهم، بلاش يبقى عايش في حالة غي وحالة، بلاش يبقى عايش مقيد، بلاش يبقى عايش مربوط. كان في شاب كنت بزوره، واختم بالاختبار ده عشان الوقت عشان نصلي مع بعض. الشاب ده اتهم في قضية قتل، وكل الحكم وكل الأدلة قالت ان هو اللي قتل، هو اللي قتل. بعدين لما كنت بزوره انا والقسيس، ما كانش هنا يعني، في المكان اللي هو فيه، طريقة كلامه بيقول كده، أنا ما قتلتش، أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة. وبعدين الأسيس بتاع أنت كلكم شفتوه أو معظمكم يعني، فبيقول له يعني إزاي أنت ما عملتش، ما كل القضاء. قال له أنا ما عملتش، أنت عارفني يعني، ده حكم القضاء. حكم القضاء كان عليه بالإعدام، بالموت، أخذ بال حضرتك. لكن الولد ده واحنا بنتكلم معاه حاجه غريبه جدا، دموع وانهيار وبكى، انا ما عملتش، انا ما عملتش، انا ما عملتش. فبقول للأسيس ما تيجي نصوم ونصلي ونشوف، يمكن انا ما اعرفش القانون هيمشي ازاي بس نشوف.
وصلينا والصدفة البحتة البوليس، أنا مش عايز أقول صدفة يمكن دي كلمة غلط، قبض على الشخص اللي قتل لأنه كان في حالة سكر، والناس ساعات هناك بيشربوا كتير يعني، وقبض على الولد ده، والأخ المحبوب ده طلع من السجن. فلما جه الكنيسة القسيس بيسأله، هو مش حاجة غريبة؟ قال له أنا كنت مظلوم. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، أوقات كتير قوي طريقة أحكامنا، عارف لما أخويا بيقع بعمل فيه إيه؟ بابا عايز أقطع فيه. أول لما يقع أخويا بابا عايز أمسكه وأقطع فيه. صلى الله النهاردة بيقول لحضرتك كده، بيقول لحضرتك ارجع تعال. أنا نفسي كلنا نصلي مع بعض، خلينا نصلي مع بعض. صلي معايا لو سمحت. انا ما اعرفش ايه هو الحاجه الغاليه عندك، عطيه لا توصف، عطيه ثمنها غالي جدا جدا جدا. والله النهارده بيخبط على باب قلب حضرتك. مريم قدمت كل ما عندها، دي الحاجة الغالية اللي عندها، وقعدت عند أقدام يسوع. النهاردة أنا بقول لحضرتك كده، اليوم هو يوم مقبول ليك. النهاردة تعالى ارجع لي، تعالى قل له سامحني أنا غلط. يمكن اللي معطلك عدم الغفران، يمكن تكون أنت حد غير غافر، ممكن تكون أنت عندك عدم غفران مستني يوم الانتقام، ممكن يكون اللي معطلك عن الرجوع ليسوع هي خطية أنت مربوط بيها، ولا يهمك الانتقادات بتاعت الناس، ولا يهمك الناس بتقول إيه، بس من فضلك وإحنا بنصلي مع بعض دلوقتي تعال قول له رب سامحني. أيوة أنا واقع مكسور تعبان، انا مش عارف اطلع لقدام رب بسبب ان في خطيه داخل حياتي منعاني للرجوع ليك، في حاجه رب رفضاني مخلياني مقيد، في حاجه رب مخلياني قاعد موجود في القبور. النهارده بقول لك فك قيود يا رب من فضلك، فك القيود اللي على حياتي، فك القيود يا رب انت اللي على حياتي، المسني يا سيد الرب. تعال لي سلم لي، حط حياتك بين ايديه هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الايام فيه. تعال اليه سلم لي، حط حياتك بين ايديه هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. ليه قلبك من الهم يعاني، عمرك ضايع وانت الجاني، عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين ايديه هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. تعال إلي سلم لي،
يضمن كل الأيام فيه. جرحك مين يقدر يداويه؟ ذنبك مين يقدر يداري؟ جرحك مين يقدر يداوي؟ ذنبك مين يقدر يداري؟ ليه خايف تتقدم لي؟ حملك ارمي كله عليه، حملك ارمي كله عليه، تعال إليه سلم لي وحط حياتك بين ايدي، هيغفر لي خطايا ماضيك، يضمن كل الايام في. تعال الي سلم لي وحط حياتك بين ايدي، هيغفر لي خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. وإحنا كلنا في روح الصلاة وإحنا مع بعض دلوقتي، لو كان الرب كلمك إنك ترجع لي النهاردة وإحنا كلنا بنصلي، ارفع ايديك وإحنا هنصلي معاك وإنت في مكانك. قول يا رب تعالى اسكن، كلنا نغمض عينينا، كلنا نصلي ونصلي، مالكش دعوة باللي جنبك. لكن ده اليوم اللي الرب بيدعوك فيه انك ترجع لي. امين. يا رب يسوع انا جاي قدامك، انا واخواتي يا رب، يا رب ما فيناش اي حاجه تستحق، لكن يا رب برفع اولادي قدامك يا رب. راجعين ليك يا سيدنا الرب. أيوة يا رب، صلي معايا جوه قلبك، مش لازم بصوت عالي، قول يا رب سامحني، عوقت المستقيم يا رب، قبلني ابن ليك، قول له قبلني ابن ليك. يسوع بيقول لك كده، اسمك مكتوب كتب في سفر الحياة لأنك ابن لله. احنا جايين لك يا رب النهاردة، هدفنا هو انت يا يسوع، انت الأول يا رب، انت الأول، انت البداية. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. بالأحضان الأبوي قلبك بينادي علي، بالأحضان الأبوي قلبك بينادي، أرجع أرجع واتمتع برضا عني هنا في المحكوم، واسمع لنداء الغفران بالإيمان كي أتوب. راجع لله بالحنان واثق إن أنا ليه. صلي صلي. راجع لله بالحنان واثق إن أنا ليه مكان بذنوب، أنا راجع بدموعي، أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا كله جاي لك يا رب، جاي لك بخطايا سنين، عمري اللي انقضى في أنين، جاي لك يا رب، جاي لك بخطايا سنين.